احنا بنلتقي بيكو او اليوم النهاردة. دفعة الجدول العام المحامين الجدد اللي هيحلفوا اليمين النهاردة ان شاء الله، طبعا الامور هتختلف من بالنسبة للحلف اليمين، بس انا عايز اقول حاجة. النهاردة عدد المتواجدين في الجلسة دي، حلف اليمين اللي موجودة دي واللي بره، بتمثل كل محامين جمهورية مصر العربية. يعني أنا مش جاي أحلل بتاع اسكندرية أو بتاع الدهلية أو بتاع القليوبية أو بتاع اسكندرية أو البحيرة أو الكلام ده كله، لأ، إحنا بنحلف النهاردة جموع محامين مصر كاملة. يعني الموضوع مش إيه، مش سهل، ده تاريخ. يعني احنا بنحلف النهاردة لما بنقول بنحلف جموع محامين مصر الممثلين لجمهورية مصر العربية، الممثلين لمحامين الجمعية العمومية. فده حدث تاريخي. يعني انتوا النهاردة المفروض انتوا كلكم كده اجتمعتوا والتقيتوا بأصدقائكم كل محامين اللي موجودين في النقابات على مستوى الجمهورية. مفيش حد مش ممثل هنا، كله موجود. أي حد أنت عايز تتصل عليه دلوقتي أو تعرف حاجة هتلاقيه موجود من أي مكان في مصر، من أي نقابة فرعية في مصر هتلاقيه موجود أو هتلاقيها موجودة. يبقى إذن الجلسة حلف اليمين هو مش حلف يمين بس، لا، حلف يمين معنى هنحلف ونخلص، مش مشاكل. لكن احنا بنبدأ جيل جديد من المحامين، من شباب المحامين، ده داخل على الجمعية العمومية، هيبقى في يوم من الأيام هو بيدير النقابة وبيتولى كل مناصب النقابة، نقيب عام ومجلس نقابة عامة ونقيب فرعي ومجلس نقابة فرعي، كل ده. ما انتوا هتبقوا كده، انتوا هتبقوا كده. ده جيل بيسلم جيل، جيل بيسلم جيل. بس الجيل بيسلم جيل ازاي؟ لازم يبقى الجيل اللي طالع اللي زيكم ده لازم يبقى بمنتهى الضوابط، بمنتهى الصفات اللي احنا عايزينها فيها، بمنتهى الصفات اللي القانون قال يشترط في من يتقدم لمهنة المحاماة أو لرسالة المحاماة أن يكون 1 2 3 4. مش أي حد هنقول كده يجي، لا، مش هينفع. ليه بقى؟ لأن أنت النهاردة غير امبارح. أنت قاعد النهاردة في نقابة المحامين، المبنى ده مبنى نقابة المحامين كله، نادي المحامين اللي احنا بنقوله ده النهاردة غير امبارح. انت امبارح ما كنتش حلفت اليمين، فانت بتتعامل عادي، يعني حاصل على ليسانس حقوق كده يعني. لكن ما احنا كل حاجة في المرحلة الجاية بتاعتكم دي منتهى الدقة وبالقانون. النهاردة لما تحلف اليمين هتبقى بنص القانون هنقول لك يا استاذ يا استاذه، مش بنجامل، لحقك انت حلفت اليمين. يعني انت هنا بدات دخول في مرحله جديده بنظمها قانون المحاماه، وانت من ضمن الجمعيه العموميه لمحامين مصر، فعلشان كده انت بتتعامل طبقا للقانون، وفي نفس الوقت انت مسؤول او مسؤوله عن كل تصرف انت بتعمله. القانون بيديك وقانون المحاماه بيديك ماشي، لكن انت مطلوب منك وملزم انك تنفذ كل تعاليم رساله المحاماه، وقانون المحاماه بيحدد اللي ليك واللي عليك. قانوني كل القوانين الثانيه بتحدد اللي ليك واللي عليك. انت مسؤول، انت بصفتك محامي، بصفتك محامية، انت مسؤولة مسؤولية كاملة في المجتمع. علشان كده
لما بنقول احنا النهارده يوم عيد، النهارده يوم عيد، يوم تاريخي، يوم تاريخ، لازم تبقى عارف انت النهارده انت حلفت اليمين امتى وانضميت لنقابه محامين مصر. ده تاريخ، ده اكتر من تاريخ ميلادك، اكتر من تاريخ ميلادك، لازم تبقى انت حافظه تاريخي كويس قوي، لان ده تاريخ مره واحده في العمر، تاريخ مره واحده في العمر. عيد ميلادك بتعمله كل سنه ان شاء الله تعيش 200 سنه، لكن ده مره واحده في عمرك، مره واحده انك بتقسم اليمين وبتحلف اليمين على انك انت انضمامك لقانون لنقابه المحامين. طبعا انا هندي الاستاذ يحيى يتكلم بقى ويرحب بيكو، وبعدين احنا نبدا نتكلم في الفيلم. ربنا عليك توكلنا واليك نبنا واليك المصير، صدق الله العظيم. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في نقابه المحامين، اول لقاء معكم، وان شاء الله سوف نكون معا باستمرار نعظم مهنة المحاماة. والمحاماة رسالة، يقول رب العزة في كتابه الكريم: قل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري واشركه في أمري. تلك كانت دعوة سيدنا موسى إلى رب العزة أن يشرك أخاه هارون معه في الرسالة، لأنه كان أفصح منه لسانا وهو كان بمثابة المحامي. فالمحاماة رسالة، عليكم أن تعدوا عليها بالنواجذ، وعليكم أن تتبتلوا في محرابها تبتيلا، وعليكم أن تكونوا على قدر الواجب لمهنة المحاماة، لأن هذه المهنة والله يا أساتذة عظيمة جدا، وعظيمة في كل الدنيا، في الدول الأوروبية والدول العربية وكل الدول. ونقيب مصر هو رئيس اتحاد المحامين العرب، وبالتالي نقيبا رئيس الاتحاد المحامين العرب، لأن عدد محامين مصر يفوق عدد كل الدول العربية 5 أضعاف أو 10 أضعاف. أنتم المحامون، أنتم المحاميات، أنتم القادة، وأنتم السادة، وأنتم سوف ترفعون مهنة المحاماة عالية في السماء. إخوتي الأعزاء، حقيقة الحديث معكم وأمامكم له شجون خاص، ولولا أخاف أن أجور على وقتكم لظللت أتحدث معكم كثيرا. والأستاذ حسين الجمال باعتباره الأمين العام، فهو الذي يشرف على معهد المحاماة منذ سنوات طويلة، وأعتقد أنكم مقبلون على مرحلة جديدة. بالنسبة للتدريب، عليك أن تتدرب عند محامي مشهود له بالكفاءة والأمانة، لأن الموكل عندما يأتي إليك في مكتبك ويصنع لك توكيلا، فبالتالي أنت تمثله أمام المحاكم وأمام النيابة وفي كل الأماكن. إن لم تكن أمينا فلن تكون محاميا أبدا، إن لم تكن شريفا فلن تكون محاميا أبدا. وأعتقد أنكم بتسمعوا على بعض المحامين الذين يفعلون في الموكلين ما لا تفعله الأنواء. فعلينا بعد أن نحلف اليمين القانونية أن نلتزم بالأمانة والإخلاص. وأضرب لكم مثلا في المحاماة في السابق والآن. الآن المحاماة فعلا عندنا محامين محترمين، ولكن في واقعة أتمنى أن تعرفوها، في قبل ثورة 23 يوليو كان بطرس باشا غالي كان رئيسا لوزراء مصر، وأصدر عدة قرارات تخص الشعب المصري
وتهدد قوته وأمنه، وكان مرخص حنا نقيبا لمحامين مصر في ذلك التاريخ، وكلاهما مسيحي، فاجتمع مرخص حنا في نقابة المحامين، وأنذر بطرس باشا غالي وهو رئيس لوزراء مصر أن يلغي كل القرارات، فرفض إلغائها، فدال مهلة 3 أيام. عندما لم يلغي هذه القرارات خرج مرخص حنا من نقابة المحامين في شارع رمسيس متوجها بكل المحامين بالأرواب السوداء إلى قصر عابدين، وكان الملك الذي يحكم البلاد، واستطاعوا أن يسجلوا داخل القصر اعتراضهم، وتم القبض على مرخص حنا أمام قصر عابدين، وفتحوا باب الترشيح لمنصب نقيب المحامين، وتقدم زملاء مرخص حنا بالأوراق، فرفضت اللجنة المشرفة على هذه الانتخابات قبول أوراقه باعتباره محبوسا داخل السجن. رفعوا دعوى أمام القضاء الإداري واستطاعوا أن يحصلوا على حكم لتقديم أوراق مرخص حنا، وتم ترشيحه وهو داخل محبسه محكوما عليه، ونجح بإرادة المحامين نقيبا مرة أخرى وهو داخل السجن. هذه هي الوطنية، هذه هي الوطنية، وهذه هي الوحدة، وكلاهما كان مسيحي. علينا أن نعود بهذا الوطن، مصر عظيمة وستظل عظيمة في كل أعيننا، مصر الوطن، مصر التي سار فيها كليم الله موسى وتجلت له الموعظة الإلهية في تور سيناء، ومصر التي سارت فيها السيدة العذراء مريم ووليدها إلى أن جاء الرسول عليه الصلاة والسلام متمما لمكارم الأخلاق. عشتم للمحاماة والوطن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله عليه، يعني هو من الناس المحترمين قوي والمحببين للرغم قوي، وعايز اقول ان هو من الشخصيات المحترمة، الشخصيات المحترمة، صعيدي بس صعيدي محترم له كل الصفات المحترمة. وانا باسمكم بنشكر الأستاذ يحيى ونقول له دايما دايما أنت بتحط فينا يعني الحماس والروح، وزي ما أنت سمعت دلوقتي كده إحنا كنا ممكن كلنا نقوم نسقف. ليه؟ لأن بيشدك يعني، فعشان نبقى إحنا المحاماة كده. خلي بالك خلي بالك، إحنا خلاص إحنا هنبدأ بقى في الإيه؟ في العمل. النهاردة احنا بادئين مرحلة جديدة هي مرحلة المحاماة. احنا كلنا كده مفترض ان احنا قدمنا، و يعني كل واحد خلاص بس حصل على الكارنيه او هياخده دلوقتي بعد ما نحلف اليمين، وبعد ما تحلف اليمين زي ما انا قلت هتبقى بلفظ القانون انت استاذ كارنيه بتاعك، بقيت جزء من الجمعية العمومية، هتتعامل دولة، هتتعامل معاك والمجتمع هيتعامل معاك على انك محامي، صفتك محامي، هتتعامل مع المجتمع ومع الدولة ومع كل السلطات اللي موجودة في الدولة والهيئات اللي موجودة في الدولة بصفتك وبصفتك محامية، يطبق عليك القانون وتلتزم بالقانون وتتعامل بالقانون وتتعامل مع كل جهات الدولة بالقانون. خلي بالكم في حاجة مهمة جدا، المحامي لما نيجي نوصفه هو أعظم شخصية، أعظم شخصية في مصر وفي العالم كله. والمحامي لازم تبقوا عارفين كده، إحنا اللي بنقوله ده واقع، واقع موجود، مش كلام إحنا بنقول، لا إحنا بنقولش كده، إحنا بننقل لك واقع حي إحنا عايشينه كمحاماة علشان أنت تأقلم نفسك وتبدأ من حيث احنا انتهينا. لازم تبقوا عارفين كده، احنا مش بنقول لك او بنحبب، لا لازم احنا اللي بنقوله لك ده احنا كمحامين عشناه وعايشين وما زلنا الان، لا بنقول احنا اعظم الشخصيات اللي موجوده في المجتمع هي المحاماه، هي المحاماه. انا بتفتخر بنفسك، تعتز بنفسك، شخصيتك، علمك، ادبك، احترامك، اخلاقك، كل ده انت
كل ده انت اللي بقوله ده مش كلام بقوله لك عشان تبقى انا، لا المفترض هو فيك، المفترض كل اللي انا بقوله ده الاخلاق هي فيك. ليه؟ الاخلاق هي اساس النجاح في الحياه، في الحياه كلها هي اساس الايه، لان هي الوحيده اللي ربنا سبحانه وتعالى وصف بها سيدنا محمد في الاول، وما كانش القران نزل ولا سيدنا جبريل ولا الرساله ولا الكلام ده كله، كنا في عصر الجاهليه، وربنا وصف سيدنا محمد وقال له وانك لعلى خلق عظيم، انك لعلى خلق عظيم. ده الحق سبحانه وتعالى اللي بيقول لسيدنا محمد وهو ما كانش لسه بعث بالرساله، ولا كانت الرساله نزلت عليه، ولا جبريل سيدنا جبريل نزل، كنا في الجاهليه وصفه قال له انك لعلى خلق عظيم. ده خطاب ورساله من الحق سبحانه وتعالى ووصفه، دليل على ايه؟ على ان الاخلاق قبل العلم، وصفه بالاخلاق قبل العلم. ده يستنتج منه ايه؟ ان فعلا الاخلاق قبل العلم. مفيش ليه؟ لان لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق. اني لتضربني من خلال كريمه طرب الغريب باوبه وطلاق، وتهزني ذكرى المروءه والندى بين الشمائل هزة المشتاق. فإذا أهم حاجة رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. حق سبحانه وتعالى ده هو دي الأخلاق، هي دي الأخلاق. فلما تيجي احنا النهاردة احنا قاعدين النهاردة لأن الجلسة دي أو المحاضرة دي هتبقى هي العلامة في حياتك اللي أنت هتبدأ منها من هنا، وهيبقى اتصالك بينك وبين ربنا الأول. أوعوا حد يبعد عنك، أوعوا. خلي بالك إحنا عندنا في المحاماة إحنا مش موظفين، إحنا ما بنقبضش مرتب خالص. احنا كل عملنا احنا مؤمنين برسالة الدفاع، بانت بتبدأ تمارس نشاطك في رسالة المحاماة بتوكيل او باي كانت حسب الوكالة اللي انت هتقوم بيها. طب انت بتاخد ايه؟ بتاخد اتعاب، والاتعاب دي مش محددة في التوقيت يوم كذا ولا يوم كذا ولا يوم كذا، لا، هو بيجي الموكل يتفق معاك هيديك الاتعاب كلها ماشي، نصها ماشي، بعد ما تخلص ماشي. الاتفاق ده محدش يعرفه الا انت والموكل خالص، ماشي. فاذا يبقى اذا الرزق بتاعنا ايه بقى؟ غيب. الرزق غيب من عند ربنا، الرزق من عند ربنا غيب. يعني انا مش مستني مرتب اخر الشهر هقبض، لا، ده الرزق بتاعنا جاي كده محدش يعرفه. ويرزق من يشاء بغير حساب، ومحددش امتى. خالص الرزق والموت مع بعض ماشيين مع بعض كده في اتجاه واحد، الاجل انتهى الرزق خلاص مع بعض غير. وده بقى محدش يعرف ده خالص الا ربنا سبحانه وتعالى، لا يعرف، هو اللي يعرف الاجل وهو اللي بيرزق غير، ماشي مع بعض. ده حاجات بتاعت ربنا احنا ما لناش فيها خالص، احنا لنا اللي في اللي احنا لنا فيه اللي هو القدر بتاع ربنا مالكش فيه، لكن الاعمال اللي انت بتعملها كل يوم حسب نوعية العمل والتصرف، وتفكر وتحدد وتقول وتخترع، كل ده عمل بتاعك، لكن في توقيت معين بتقف. لغاية هنا انت كبشر خلاص عملت اللي عليك، اللي جاي مش بتاعك، اللي جاي القدر بتاع ربنا، القدر بتاع ربنا اللي هو
هيستري اللي هو قادم لا محالة، وتخلص دورك. يبقى عشان نبقى احنا عارفين لازم يبقى الاتصال بيننا وبين ربنا مهم جدا جدا. طب لما احنا قلنا الاخلاق، طب والاخلاق دي ايه يعني؟ ده الاخلاق دي هي اهم حاجه مع نفسك. الاخلاق مع نفسك، الاخلاق دي انت بتبقى في المجتمع مميز. خلي بالك المحامي اللي يتصف بالصفات اللي احنا قلنا عليها دي بيبقى في المجتمع مميز. انت بتبقى معروف وانت قاعد في مكان او حد بيقابلك يقول لك انت بتاع مين، هو مش عارف اسمك يقول لك ده محامي. ليه؟ لانك انت شخصيتك بتحترم نفسك، راجل بتفتخر بنفسك، بتعتز بكرامتك، في كل الصفات. فانت لازم تلفت الانظار، وانت لازم الانظار برضه انت تلفت الانظار. دي ايه دي؟ دي ايه دي؟ يقول لك ده محامي. شوف بقى دلوقتي ايه الفرق بينك دلوقتي والفرق بينك قبل ما تخش القاعه، والفرق بينك قبل ما تروح حليف اليمين. النظام اتغير خالص، فده مهم جدا. طب لما احنا بعد كده وقلنا الاخلاق والكلام ده كله، ما سبناش برضه ربنا سبحانه وتعالى لما نزل سيدنا جبريل على سيدنا محمد بالوحي. خلي بالك شوف بقى، الاول كان الجاهليه، لما نزل الوحي بقى العلم. لما نزل سيدنا جبريل على سيدنا محمد وقال له اقرا اقرا الرساله، قال له اما انا بقارئ ما بعرفش اقرا. تاني مره قال له اقرا، قال له ما انا بقارئ ما بعرفش اقرا. ثالث مره قال له ايه؟ قال له اقرا وربك الاكرم الذي علم. اهو العلم جه اهو، الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. ده هي دي الحياه، هو ده البني ادم. خلي بالكم احنا 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 عايشين زي احنا كلنا مشاعر. ربنا سبحانه وتعالى خلق البني ادم كله مشاعر واحاسيس، وهي دي الحياه، هي دي الحياه. من غير دي ما يبقاش حياه. ليه؟ لان انت عايش باحاسيس ومشاعر، كلها دي هي اللي بتكون شخصيتك، وهي اللي بتكون علمك، وهي اللي بتعيشك الحياه، وهي اللي بتعيشك الواقع اللي انت بتبقى موجود علشان تعيشك ميت المحاميه. ازاي بقى؟ هو انتم متخيلين لما احنا بنيجي نترافع احنا بنقرا من الكتاب ولا بنقرا من ورقه؟ ولا المحاماه فيها كتاب؟ ولا المحاماه فيها قانون؟ لا، ده المحاماه واقع، تعايش مع الواقع، بتنقل واقع حي للمحكمه او السلطه اللي انت بتبقى موجود قدامها. ازاي؟ ما هو انت هي دي المحاماه بقى اللي احنا بنعملها لك دلوقتي، هي دي اللي احنا بقى بنعملها لك دلوقتي. انت جاي من الجامعه بالقانون، جاي من القانون صح، بالملزمه صح، بالملزمه وبندفع القرشين وناخد النتيجه ونمشي ماشي صح؟ صح لا صح عشان احنا نتعامل يعني. لا ما انا ما احنا في المعهد، ما انتوا بتيجوا انتوا جايين. فهنا بقى احنا دلوقتي بدأنا لان المفترض ان انتوا درستوا كل القوانين اللي موجوده في الدوله، انتوا درستوها، لان ما انتوا محدش غيركم هيدرسها، لان انتوا بتدرسوا القانون. فاذا احنا بنتعامل معاكم كانكم درستوا القانون. بنتعامل معاكم بقى على ايه؟ ازاي هتبدا المحاماه؟ ازاي هتتعايش مع المحاماه؟ ازاي هتقدر تحدد ده قانون ينطبق على ايه؟ والمحاماه انت دورك فيها ايه؟ خلي بالك انا بتكلم وانا قدامي ورقه بقرا فيها؟ مفيش ورقه، مفيش ورقه بقرا فيها. طيب لما نيجي نقول طب هو ايه المحامي يعني؟ بيتميز عن ايه؟ عن الباقي البشر، عن باقي المجتمع؟ ده بيتميز بكل حاجه.
بيتميز بكل حاجة، هو بيعمل اللي محدش غيره يقدر يعمله. وهقولها اهو مثل حي واقف النهارده، انت بعد كده حضرتك هتبقى هتخرج وتخلص المعهد المحاماه وهتبدا تتعامل مع كل السلطات اللي موجوده في الدوله، كل المحاكم اللي موجوده في الدوله، سواء نيابات سواء اداء، كل ايا كان واي جهه تتعامل معاها لغايه رئاسه الجمهوريه، كل منظمه، كل هيئات الدوله انت بتتعامل معاها، لانك انت الاساس فيها. هنقول النهارده ان المحامي اعظم شخص في الحياه. ليه؟ لانك انت مسؤول عن كل صغيره وكبيره في مؤسسات الدوله. خلي بالك ليه؟ كل مؤسسه في الدوله انت ليك دور فيها، حتى مؤسسه الرئاسه لنا دور فيها. ماشي؟ ازاي؟ لان كل مؤسسه في الدوله فيها اداره قانونيه. استاذه انت بتتكلم واحنا بنتكلم، ما ينفعش، ده من اصول واداب المحاماه والمحامي انك تلتزمي لما يكون زميلك بيتكلم او اي حد بيتكلم انت تسمعي. انا لو سالتك دلوقتي انا قلت ايه، انت مش هتقول، لانك انت ذهنك وفكرك كان في اتجاه تاني. ما ينفعش. ما انا بشكر فيها، انا اخر اهو. فهنا لما نقول ان انت المحاماه بتمثل كل مؤسسات الدوله، يبقى احنا مسؤولين عن كل مؤسسات الدوله، لان كل مؤسسه في الدوله فيها اداره قانونيه. كل مؤسسه في الدوله فيها اداره قانونيه، كل شركه فيها اداره قانونيه. ليه؟ لان ما فيش حاجه بتدار الا بالقانون. اللفظ نفسه بنتحكم عليه وبنتحاسب عليه، يا لنا يا عليه. فلما نيجي النهارده نقول احنا طب لو جينا احنا النهارده هنقول مثلا ان احنا كدوله هنبرم معاهده مع اي دوله من دول العالم. ليه؟ هنشتري صفقه معينه، نشتري صفقه اسلحه، ايا كان. فلازم الدولتين بنعرض، الدوله دي بتعرض والدوله دي بتعرض، وفي الاخر مين اللي هيرجح ومين اللي هيوافق ان المعاهده دي بعد الشؤون القانونيه ما درستها وفحصتها ومحصتها وانتهت بيها الى ان احنا كدوله كمصر احنا موافقين على الاتفاقيه دي. طب مجرد ما الشؤون القانونيه توافق خلاص الامور كلها خلصت. ليه؟ لانه القانون، هو القانون اول واخر حاجه القانون. فعلشان كده طب العكس رفض شؤون القانونيه خلاص مفيش معاهده. علشان كده بنقول ان كل حاجه في الدوله هي القانون، وكل حاجه في الدوله اللي بيمثل القانون المحامي. ماشي؟ فعايز ان شاء الله باذن الله كده هنبدا بدايه محترمه. احنا حريصين عليكم كويس قوي. كل النقابه العامه للمحامين والجمعيه العموميه للمحامين بيبقوا حريصين على شباب المحامين، حريصين على المعهد بالنسبه للمحامين. احنا الحمد لله لسه مخرجين دفعه يوم الاربعاء اللي فات، دفعه القاهره الكبرى، كان حوالي 4600، حاجه مشرفه بجد، حاجه مشرفه. زيهم كده قعدوا شهر 6 شهور دخلوا المعهد زي ما انتوا داخلين كده، بس خرجوا غير كده خالص. خرجوا محامين محترمين بنفتخر بيهم. التعامل معاهم بره في المحكمه وفي مقربة النيابات وكله الناس المسؤوله بيشكرونا، ايه اللي انتوا عملتوه مع المحامين؟ حاجه تشرف. تخيل انت نفسك كده دلوقتي هتتعامل ازاي بره؟ هتخرج من اول ما هتخرج من هنا تغيرت خالص خالص. فعلشان كده هنبدا نحلف اليمين، وخلي بالك اليمين ده او القسم مش هنقول مش عبارات بتتردد، ده كل كلمه في القسم، كل كلمه
هي المحاماه، كل كلمه تتحاسب عليها. وبعدين ايه الحماس يعني، احنا النهارده بنحلف على ان احنا ولائنا لنقابه المحامين وولائنا وانتمائنا لمصر بلدنا. وخلي بالكم، عايز اطمنكم على حاجه، اللي جاي اللي جاي خليكم معانا بقى عشان نبقى فاهمين كويس قوي، لان احنا واجب علينا والزام علينا ان احنا نديكم اللي عندنا ونفهمكم اللي موجود في المجتمع واللي موجود دلوقتي ايه. احنا بالنسبه انتوا عارفين طبعا التطورات اللي كلها في بلدنا، التطورات اللي كلها في مصر، التقدم اللي موجود في بلدنا، الانجازات اللي موجوده في البلد على كافه مراحلها، كل ده بتاعكم انتوا. خلي بالكم، كل ده الشباب بتاعكم انتوا. احنا وصلنا لمرحله عايزين نديكم، هنديكم العلم، هنديكم العلم، وهتاخدوا من البلد حقكم، وهتدوا البلد حقكم، وكلنا بننتمي لبلدنا، وكلنا بنفتخر ببلدنا، وكلنا بنقول ان بلدنا وصلت لمرحله دلوقتي بنفتخر في العالم كله ان مصر من الدول المتقدمه دلوقتي. وكانت يعني كان فيه كلام بيتقال، كلام لا، كان اتفاق حصل ان كان هيتم انهاء الصراع اللي موجود ده بين روسيا وامريكا، وحددوا ان اللقاء هيبقى في مصر، ويبداوا من مصر ونحل احنا النزاع بالنسبه. وده طبعا دليل على عظمه مصر واللي احنا وصلنا له. فعلشان كده انا بقول لكم لازم تبقوا انتوا حريصين على اللي جاي، لان اللي جاي بتاعكم. ونبدا القسم، قسم بقى كله. اقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال، وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وتقاليدها، وأن أحترم الدستور والقانون. ألف مبروك.